إن قصص القرآن الكريم هي أروع ما يمكن للإنسان أن يسمعه على الإطلاق، كيف لا ومن يرويها لنا هو الله عز وجل بنفسه. في هذا المقطع سنروي لكم قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله تعالى في سورة القلم، وكيف أغضب الله تعالى وعصوه فعاقبهم شر عقاب. ولابد أنكم قد سمعتم عن قصة أصحاب الجنة، ولكن في هذا المقطع سنروي لكم القصة كاملة مع الأدلة من القرآن والحديث، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. لقد وقعت أحداث هذه القصة العجيبة في إحدى قرى اليمن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعدة قرون. كان في هذه القرية رجل مسن وغني ومحبوب من كل الناس، فقد كان عنده بستان ساحر الجمال مليء بالأشجار المثمرة والمياه الصافية، وفيه من الثمار والخضار ما تشتهيه الأنفس وتسر له الأعين، حتى إنك إن دخلته تظن أنه قطعة من الجنة لشدة جماله. وكان لهذا الرجل 5 أولاد يعملون معه في البستان، وكان هذا الرجل شديد الكرم والعطاء، فكلما جاءه فقير أو محتاج كان يعطيه من ماله وثمره ويكرمه، وفي كل موسم كان يقطف الثمر والخضار ثم يأخذ حاجته وحاجة أولاده في ذلك العام ويبيع قسما منه ويوزع ما تبقى على فقراء القرية ومساكينها. ولكن أولاده لم يكونوا كأبيهم، فقد كانوا يغتاظون أشد الغيظ عندما يرون أباهم يوزع ثمار البستان وخيراته على الفقراء بدل أن يبيعهم، ولكنهم لم يتجرؤوا على الاعتراف ببخلهم أمام أبيهم. وفي أحد الأيام أراد الله تعالى أن يختبر هؤلاء الأبناء، فتوفي والدهم فجأة وورثوا ذلك البستان عنه، فما كان منهم إلا أن اجتمعوا سويا وقالوا فيما بينهم: إن أبانا كان إنسانا ساذجا مبذرا، وكان يحرمنا من خير البستان ويوزعه على كل من يطلب منه، ولو أنه طاوعنا وباع الفائض من الثمار لزادت ثروتنا وأملاكنا، ونحن لن نكون مثله، بل سنحرم هؤلاء الفقراء القذرين من خيرات بستاننا. وما هي إلا أيام حتى بدأ موسم حصاد الثمار والخيرات، وأثمرت الأشجار وأينعت الثمار، فكان موسم خير لم يروا مثله من قبل. فاجتمعوا الأخوة 5 واتفقوا على ألا يعطوا أحدا أي ثمرة أو صدقة على الإطلاق، وأقسموا على ذلك. قال أحد الأخوة: ولكن إن حصدنا الثمار أمام الناس فسيرانا الفقراء ويسألوننا الحاجة والزكاة. فرد عليه أخوه وقال: إذا نقطف الثمار عند طلوع الشمس والناس نيام حتى لا يرانا أحد منهم. فوافق الجميع إلا الأخ الأوسط، قال: يا أخوتي دعونا نطعم المساكين كما كان والدنا يفعل، فإن هذا الرزق هو نعمة من الله تعالى وأخاف أن يحرمنا إياه. فاجتمع أخوته ضده وأسكتوه وهددوه حتى اضطر أن يجاريهم ويوافقهم رأيهم. ونام الإخوة في تلك الليلة وهم يحلمون بالأموال والدنانير والرزق الوفير، ولم يقولوا إن شاء الله فيما خططوا له، بل عزموا على الفعل. وهكذا فإنهم لم يستثنوا في الحلفان أحد، ولم يستثنوا فقيرا ولا مسكينا من المنع، ولكن الله تعالى كان يسمعهم ويعلم بما يخططون ويكيدون، وهو أعظم كيدا منهم. فأرسل على البستان ريحا عاتية جافة وهم نائمون في تلك الليلة، لم تبقي فيه ثمرة واحدة على حالها، حتى اقتلعت الأشجار وتساقطت الثمار وانكمشت على بعضها واسودت جميعها كأن صقيعا أو حريقا أصابها على غفلة. فلما بيت أصحاب البستان النية السيئة عاقبهم الله تعالى على نيتهم بعدم إطعام المساكين فأتلف محصولهم كله. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. استيقظ الأخ الأكبر قبل طلوع شمس اليوم التالي وأيقظ أخوته جميعهم،
فانطلقوا معا عند طلوع الشمس يتسللون ويتهامسون كي لا يسمعهم الناس. فقالوا لبعضهم: في هذا اليوم لن يدخل علينا مسكين واحد، ولن نبذر أموالنا يمنة ويسرى كما كان والدنا يفعل. قال تعالى: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ولما وصلوا إلى بستانهم دخلوا فما عرفوه، فقد وجدوا أرضا قاحلة مدمرة ومقلوبة رأسا على عقب، فظنوا أنهم تائهون وأخطأوا بالبستان. فقالوا بحيرة وانزعاج: لعلها غيرها. فجرى كل منهم في جهة يبحث عن بستان أبيه، ولما تأكدوا أن هذا هو البستان انصعقوا وانهاروا على الأرض لشدة الصدمة والندم على فعلهم الشنيع، وقالوا: كم كنا جاحدين ظالمين، أردنا أن نحرم المساكين من الخير والصدقة، وظننا أننا نملك هذه الخيرات كلها لأنفسنا، فحرمنا الله تعالى بستاننا وأغلق باب الرزق والخير أمام وجوهنا. قال تعالى: فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال الأخ الأوسط لهم: ألم أحذركم وأنصحكم ألا تعصوا الله وتتكبروا على عباده؟ قالوا: لقد ظلمنا أنفسنا وجنينا على بعضنا، وهذا جزاء بخلنا وجحودنا بنعمة ربنا. وأخذوا يلومون بعضهم البعض ويتعاتبون، ثم جلسوا يدعون الله أن يعوضهم عن بستانهم ويغفر لهم فعلهم وخطتهم الشنيعة ويعفو عن ذنوبهم، ولكن بعدما وقع العذاب الذي لا يرفع على جنتهم. ولكنهم قالوا في أنفسهم: لعل تسبيحنا هذا وأقرارنا على أنفسنا بالظلم ينفعنا في تخفيف الإثم ويكون توبة لنا، ولهذا ندموا ندامة عظيمة. أما سبب نزول هذه القصة فإن الله تعالى ذكر حال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن ما هم فيه هو ابتلاء، وأن ما رزقهم من خير ونعمة هو اختبار لهم وليس كرامة ومكافأة لهم، وإنما استدراج من حيث لا يشعرون. فاغترارهم بما أنعم الله عليهم مثله كمثل اغترار أصحاب الجنة ببستانهم، أمهلهم الله تعالى وزاد في رزقهم، ثم في ساعة واحدة حرمهم كل شيء، وذلك عقابا لهم على ما اقترفت أيديهم. كذلك يضرب الله لنا الأمثال لنستفيد منها ونعتبر ممن سبقنا. فالرزق والنعم التي يرزقنا الله إياها هي اختبار لنا، وهي ملك لله وحده، ومن يشكر نعمة ربه ويؤدي حق الفقراء والمساكين منها يبارك الله له في هذه النعمة ويرزقه المزيد بإذنه. أما من يجحد نعمة الله وينسى فضله عليه وينهر المحتاجين ويطردهم، فإن الله سيسلب منه ما أعطاه ولو أمهله عدة سنين، ولكن عذاب الآخرة عذاب أبدي وعقاب لا مخرج منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، أي في بقعة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، وشرجة أي بستان. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، نفس الاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب، دعم الله ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا المقبلة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.